الرادار. في الرادار اليوم نحكيه على نداء جمعية داء الأبتون لتوفير مادة الأرز. باش ناخذ أكثر التفاصيل معنا الدكتور منجي بن حريز رئيس الجمعية. دكتور صباح النور على إكسبريس أفام. صباح الخير وبارك الله فيك على الاستضافة والاهتمام بهذا الموضوع. يعيشك بارك الله فيك. نداء للجمعية لتوفير مادة الأرز اللي يستعملوها الحقيقة المرضى في غذائهم اليومي. خلينا ناخذ أكثر التفاصيل على النداء هذا، فيش يتمثل بالضبط؟ هو ساعة باش يفهموا النداء يفهموه خاصة الناس اللي عندها المشكلة هذه نتاع المرض الأبطن، باش يفهموا شوية مرض الأبطن. هو يعرفوا برشا ناس بمرض السيلياك بالفرنساوية، هو تحسس المادة الزلالية يعني البروتين اسمها الجلوتين. يقول تسمع بها انت روما، يقول لك واحد ما ياخذش الجلوتين سي الرجي، دونك سي انتوليرونس الجلوتين. والجلوتين هذايا موجود في القمح والشعير، معناها الماكل ناكلوا فيه احنا كل يوم الخبز المقرونة الى اخره. الناس اللي عندهم الارضية الجينية نتاع التحسس هذه نتاع المرض السيلياك، الجلوتين يضرهم خاصة الأمعاء نتاعهم الجيدة، يهريها يخليها ما عادش تشتغل بصفة طبيعية، ما عادش تمتص الأغذية بصفة طبيعية، ويصير لهم عدة عوارض، من أهمها هو الإسهال المزمن، معناها الدياري كرونيك. هو المالنيتريسيون، معناها سوء التغذية بدرجات متعددة. هو الانتفاخ في البطن، ما يذكرش بالوني يبدا، والصغار ابار الدياري والبالونمون يصير مثلا تعطل في النمو، معناها ما عادش يزيدوا، ان بروبليم دو كروسونس شي لي زانفون. ومع هذا ثم علامات اخرى تنجم تصيب حتى اعضاء اخرى كما الكبده، كما الجلده، كما العظم، ينجم يعملوا هشاشه في العظم، معناها يفهم استوبوروز، معناها يبدو عندهم ضعف في الوعي ويتكسروا بسهوله، معناها العظام نتاعهم الى اخره. هذه اهم العلامات. للتشخيص يلزم ثم تحاليل وثم منظار زي ما الفيبروسكوبي، ناخذوا عينات من مثلا الجيده باش نتاكدوا نهائيا من المرض. ومن بعد تجي مشكله الحميه، الحميه اللي فيها عده مشاكل، هي الحقيقه الغلاء اللي تسمعوا به، الناس تعاني برشا من الغلاء نتاع المواد الغذائيه هذيا، نتاع ديسبونيبيليتي دي برودوي، نتاع التعليم والتدريب نتاعهم، معناها باش يتعلموا يستعملوا فارينه من نوع اخر. جوستومون هما توا في تونس الفارينه اللي يستعملوا فيها، اكثر فارينه يستعملوا فيها باش يعوضوا فارينه القمح والشعير، خاصه في فارينه القمح، هو فارينه الروز. معناها ما يستغناوش كل يوم، وهذه يعتبر علاج لهم، معناها اذا بغيروا هو يمرضوا، معناها من غير ما يتبعوش الحميه نتاعهم، معناها يقعدوا مرضى. فهمت؟ دونك هذه الاشكاليه. دونك كما يعرف الشعب الكل عموما، ثم بينيوري كبيره في الروز توا، في حبوب اخرى لكن في الروز اون بارتيكولي العباد هذوما، والناس تعاني، معناها بس الناس كلها تلوج على الروز، خاصه الناس هذوما اللي ما نجموش يعوضوه بحاجه اخرى، معناها ابار بتاتر القطانيه رغم القطانيه فيها مشاكل اخرى، هو الروز. وثم الناس هذوما توا في تونس، عاش كان عندك علم احنا عملناه في البيان تاعنا، عندنا تقريبا 100,000 مريض، منهم 40,000 يعرفوا روحهم مرضى، معناها مشخصين في الجهات الكل، الاطفال والاطفال وكهول، معناها والروز لازمهم الموضوع. الروز هذايا فهمت، معناتها صعيب برشا باش تلقى ماده تعوض، معناتها الروز هو اللي يعوض. هو توا الفارين اللي فارين تحكي عليه، فارين هو فارين القطانية. اما الروز ولا القطانية، والزوز فيها مشاكل الحقيقه، الزوز فهمت هو الوقت الحاضر. به لهنا انت قلت 100,000 تونسي تقريبا، معناتها اللي بوتنسيالمون وي، اما نجم نقولوا ثم 40,000 يعرفوا روحهم مشخصين بصفه واضحه. فما ناس معناتها ما يعرفوا رواحهم عندهم المرض هذايا نتاع الأبطن، كان بعد مده ولا كان صحيح. هو ينجم يصير في اي عمر اول حاجه، وثاني حاجه ساعات ثم علامات بسيطه، انا تعطيتك علامات الكبيره اللي بيهم الانسان يشخص، اما ساعات علامات بسيطه، معناها مثلا انت في بطن برك، مثلا تعطل في النمو برك عند صغير، معناها دياريز سامبل اكهاو ساعات هكاك، ونفيقوا بك عن مده كبيره. هذاك علاش ثم كثير من الناس ماهوش مشخصين الوقت الحاضر، انهم علامات بسيطه اللي عندهم. معناها ما يتشخص كان ما يتقلق حتى الطبيب يخمم في الموضوع هذا ويعمل التحاليل هذوما. واضح. ولهنا فما وعي عند العائلات، معناتها او انهم فما معناتها علم بالموضوع هذا، معناتها من الاسباب اللي قلتها انت، سواء كانت المباشره او غير المباشره او المدى القصير او الطويل. العائلات اللي عندها المرض هذايا، والا العائلات بصفه عامه بصفه عامه بصفه عامه بصفه عامه
شنو هو الوعي؟ وعي بالمرض هذا معناتها معناتها نعرفوا معناتها اليوم اذا تجي الاعراض هذه عند الصغير مثلا في عمر معين ولا غير ولا شباب لازم الانسان يعدي ما يلزمش يستهان بهم، والطب الكل يعرفوه الموضوع هذا معناه مش بما يعرفش المرض السيلياك. مش الطبيب يجي طفل ولا كاهل عنده دياري كرونيك وما يعملوش تحاليل تاع المرض السيلياك، اما لازم الناس تعدي وتقول على على المشاكل اللي عندها الصحيه. دونك اليوم النداء بالنسبه لتوفير الماده هذه سوتو النداء للوزارات المعنيه، خاصه وزاره التجاره، وزاره الصحه، وزاره الشؤون الاجتماعيه، باش يحاولوا يوفروا للناس هذوما وبالعموم الشعب معناها موضوع الروزه، خاصه الناس هذوما الناس هذوما معناها توا بعثنا رسائل لوزاره التجاره، ثم استجابه على قلب الهاتف الوقت الحاضر اللي باش يكلمونا باش يحكوا معانا وكل شيء، واحنا مش نداء بركه معناها احنا ما نجموش نعاونوا، معناها الحاجه الوحيده ما نجموش ما نجموهاش هو احنا ما نجموش قدره باش نوفروا الروز، الروز تستورد فيه الدوله واحنا ما نجموش دوله، احنا جمعيه. بقى احنا نجم نعاونوا في برشا حاجات اخرين، نجم نعاونوا في التوصيل، عندنا تجربه كبيره ياسر في الموضوع هذايا، احنا نوصلوا الاعانات للجمهوريه الكل مع البوسطه مشكوره معناها فهمت لابوست تونيزيان، وعندنا ليستين كبير ياسر نتاع المرضى نعرفوهم الكل معناها نعرفوا مجموعه كبيره منها فهمت، في هذايا نجم نعاونوا، واللي تقول لنا احنا الدوله نجم نعاونوا فيها احنا مستعدين باش نعاونوا مش كنطالبوا فقط معناها فهمت. واضح يا سيدي، شكرا لك، بارك الله فيك الدكتور منجي، بارك الله فيك على الاستضافه. شكرا لك رئيس رميد الأبتون على كل هذه التفاصيل. مواصلين معكم في الشارع التونسي حتى الماضي ساعة، نعطيكم موعد مع الأخبار، أخبار 11:30 وراجعين.